محاضرتنا اليوم بعنوان النشاط المصرفي الخارجي. لما نتكلم عن النشاط المصرفي نقصد به النشاط المصرف الإسلامي الخارجي. ما هي نشاطات أو استثمارات المصارف الإسلامية في الخارج أو المعاملات التجارية الخارجية؟ يمكن للمصارف الإسلامية أن تقوم بعمليات معاملات مصرفية أو استثمارات تجارية خارج الدولة أو مع المصارف الأجنبية بحدود المعاملات الإسلامية، في تجنب معاملات الفائدة، الفائدة حرام، ربا محرمة في المعاملات الإسلامية، وأن تكون مشاركة وفق صياغة التمويل، وفق صياغة التمويل بجميع أنواعه. يمكن للمصارف الإسلامية أن تقوم بعمليات استثمار أو عمليات مصرفية مع من ترغب معه، ولكن في حدود المعاملات الإسلامية، بحدود الكتاب، بحكم الكتاب والسنة. لما نتكلموا عليه المصارف الإسلامية لديها معاملات، لديها اعتمادات، لديها خطابات ضمان، لديها تمويلات، لديها نشاطات تجارية مع العملاء، مع زباينها، فيمكن أن تقوم أو تستخدم هذه في المعاملات وأن تربح وأن تستثمر، ولكن هذا الاستثمار وهذا الربح ينطبق في حدود الشريعة الإسلامية أو حدود الكتاب والسنة. تكلموا على أن نشرح عنها إذا كانت معاملات المصرفية بين بلدان العالم الإسلامي التي تسير حسب الشرع الحنيف، فهذا ينطبق علي نفس المعاملات المصرفية الداخلية أو استبدال الفائدة بالمضاربة. بدال ما فيش عمليات فائدة، احنا نحول العملية الفائدة إلى عملية مضاربة. في هذه الحالة يمكن أن تطبق بين المصرف الخارجي أو المصارف الأجنبية مع المصارف الإسلامية، سواء كانت معاملات داخلية أو خارجية. المقصود به أنها معاملات مضاربة بدون فائدة. أما إذا كانت هذه المعاملات مع بلد غير إسلامية والتي تتعامل معها سواء بيع قروض التمويل لبعض النشاطات التاجية أو إنتاج سلع لم نحصل إنتاجها، فتكون يشارك رأس المال الأجنبي في مشروعاتنا الإنتاجية ونتقاسم الربح معه، أي حسب النسبة المتفق عليها بعد حساب المصروفات وخصم الاحتياطيات. هذا بما يخص يمكن تقسيم الربح، يمكن تقسيم ويمكن المشاركة في مشروعات إنتاجية سلعية خدمية، يمكن الربح تقاسم الربح بعد الاتفاق على عملية الأرباح وتقسيمها والاحتياطيات والمصروفات. يمكن أن نتقاسم الربح في عمليات إنتاجية أو خدمية أو ما شابه ذلك من عمليات الاستثمار. إذا لم يوافق رأس المال الأجنبي على ما سبق، فهناك طريقة أخرى هي عدم أخذ فوائد ربوية على قروض إنتاجية. لا يمكن أخذ فائدة ربوية على القروض الإنتاجية مهما كان. يمنع التعاملات الفائدة بين المصارف الإسلامية سواء كانت تقليدية أو أجنبية أو محلية. تلغى الفائدة، تمنع منعا بات، تستبدل بجميع أنواع صيغ التمويل بالمضاربة، بالمشاركة، بالسلم، بعدة أنواع، تجهيز الآلات والمعدات، وإنما الزيادة في ثمنها زيادة تناسب الأجل التي تم سداد بها القرض. يمكن شراء السلعة وبيعها للزبون أو العميل بسعر معقول تم الاتفاق عليه. يمكن تجنب للشبهات، تجنب للمعاملات الغير إسلامية، تعاملات الفائدة تجنب لها. توجد عدة صيغ للتمويل وعمليات البيع والشراء، ويمكن أن تستثمر مع مصرف أجنبي أو شركات أجنبية أو معاملات أجنبية بما يطبق وشروط التمويل الإسلامي في المصارف الإسلامية. هناك شروط، هناك صيغ للتمويل يمكن أن تكتسبها، يمكن أن تتحصل عليها، يمكن أن تتم العمليات بطريقة سلسة، بطريقة جيدة، بقراءة يمكن المراجعين الإسلاميين أو المدققين الشرعيين
يمكن عملية محاسبية، يمكن قانونية، يمكن استشارة، لأن المصارف الإسلامية يوجد لديها اقتصاديون، محاسبيون، قانونيون، متخصصون، وكذلك توجد مراكز شرعية للفتوى للعمليات الإسلامية. هل تطابق الشريعة الإسلامية؟ هل تنطبق مع الشريعة الإسلامية؟ هل يمكن الموافقة عليها في حكم شريعة الكتاب والسنة؟ بما هو الدليل بالموافقات، بعملية المشاركة، بعملية الربح؟ يمكن تحديد مسارات الاستثمار بين المصارف الإسلامية والعمليات أو النشاط الخارجي الإسلامي كما هو في النشاط المحلي في المصارف الإسلامية بالطرق الشرعية بالنظام. يمكن الربح والخسارة بعمليات متعددة من المشاركة، من عمليات استثمار يمكن أن تطبق في المصارف الإسلامية. هذا بما يخص النشاط المصرف الإسلامي وفق أحكام الشريعة الإسلامية والسنة، الكتاب والسنة. إن شاء الله تكونوا فهمتوا ووضحنا ولو جزء بسيط من عمليات النشاط المصرف الإسلامي في الخارج، كيف تتم عمليات الاستثمار، يمكن عمليات البيع والشراء في المصارف الإسلامية والنشاط الخارجي الإسلامي.